اليوم أنا كتير فخورة بإني جزء من شركة يو أم جي كممثلة من بلدي الأردن بمجال البيع المباشر دايركت سيلينج، خصوصاً إنه إحنا اليوم بالورد كونغرس أوف دبليو إف دي إس إي بدبي. اليوم عم نحكي عن صناعة تعتبر one of the elite businesses in the world، بتحقق كتير مجالات لكل شخص موجود فيها، سواء كان لدخل إضافي أو إن كان حتى على الصعيد الشخصي لتطوير الأشخاص، لأنه دائما بنحكي personal development growth ما بصير إلا لما الواحد يكون ضمن فريق كبير من القياديين والرياديين اللي طبعا مع رعاية والاهتمام بيحققوا أقصى الطموحات، خصوصا بإني أنا اليوم يمكن نكون المرأة الوحيدة الموجودة هلأ بهذا الفريق الموجودين عم نمثل UMG. كتير حلو إنه كمان ندعم السيدات بهذا المجال، خصوصا إنه هو من المجالات الرائدة اللي بتساعد كل امرأة، سواء كانت امرأة عاملة أو ربة منزل، بإنها تكون جزء من العجلة الاقتصادية في هذا العالم. اليوم UMG بتحفز كل السيدات بأنهم يكونوا جزء من فريقها. اليوم UMG بتساعد كل حدا بأنه يقدر يحقق كل ما بتمح له، سواء كان من أهداف أو إن كان من طموحات. إحنا دائما بنحكي اليوم إذا كان في عنا أي شيء بنطمح له فهو صار قريب، صار على بعد خطوة واحدة بس، وبتستنى هاي الخطوة منا إحنا جرأة إنه إحنا نتعداها وإنه إحنا نقدر إنه نخطو هاي الخطوة لقدام. بشكر جدا كل حدا دعمني بهذا المجال وبيو أم جي.